زانیم لفلسطین هاتی حجی کردی دوی بگره تو لره بزرگو طلق و تما تسر روز لیره طلق و آیت اخین دو ثلاث لیال سویه سی روز لسریه ایگو تما دیت سد خوی سنا خوی تو تیو آیت اخین دو هو یطعمونی و یسکین خواه خواه دنه دا تو چی شد لیوشته هیا گو تما شدید از نیجی بسید شوی وتيو آيات فين وفين لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا أجا أو نبو بتيمم يجيبك طلق وتم باشا خشتي من أومن خوادن ملكنا ما لم تسيروا زنان من خوادي وهرب آيات سم لقردك هيتي نقوتي غير آيات أو من خوادن ملكنا فرموا أقردك ري لكنا من نانا كيف خوي قوتي ثم أتم الصيام إلى الليل أو آياتي لوخين وخوا فرمين روجي قرتاي وار روجي ناشين إذا لقوتي خشكم ما تولي سفر داي دروجك تشتين ونانا كتبخو خواي قورد فرمي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بروجي بن باستر نقروجك تامشتين دولي تماشام كري قوتن بابا تو هبتي بيم قوتي آيات من ودخيني وسببك ايتيا وتو آيات خين وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بربابا اقصي جيب كي خواه دي نسيه وزمنا من هم اقصي خواي اي قوتن باشا تو يعني زور سيري لزاني أتو إنساني أزني إسلام الشبهم لي فايدا وتخواد فرمي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بدوها مستشيمك وكسر اللي ذرناتي سنك جوي زمان شاو أو أنا مو بالبرسيار للروج قيامة ها قلت ما شقردن مع ذاك قلت يو آتيك إنه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم كفي غمر يعقوب لو كركان إذا كاتك دستكني دلين داوي لي خوش من مالو كدر لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قلت وتم باش فرمو سواري او حشتري ببابت جاين بزي ما دام ولا دل حشتري كم لبوني ويك زوري في معجب بمو افرتي قلت تماشان دا كردي قلت او اياتك هنا وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم رود لولا كتام سواري حشتري دابا ما شباب وروم لولا كست روي خوم لولا كرد حشتر هستا وبربوا أو آيات خندو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم خطاي خوم عمو وتي وتم راو استبع لبود ببصمو حشتر كأوزا بسر بكوا وتي أو آيات خندو ففهمناها سليمان يعني تيجا يشتم دي الله دل حشتر بلو بستا وسواري حشتر بو هستا و دل برك حشتر بسريعي هاجوش أو آياتي سورة لقمان إذا خندوا واقصد في مشيك واغضض من صوتك لسر خبر بابا حشتر عفرتي داجوا خوف يا ونيا بيازوا لسرخو عادي لسرخو زوري سيلا وافرتا قلت والله عندي شعر من لبرك تقول الري حزم حزم نقول له قمري مو الشعر كان من دقوته ضلوا آياتي خينو فقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا الشعر بينا دز القرآن في النبكة زور في عندي قبل كرة وافرتا هو زور سيلا زور عزايبة أري خشكم قوتم زحمتنا بيوم زور معزب بس قلتوا ميرد تردي نت تردي طلعوا آياتي خينو فايقة ولد فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم لو اشتانا سؤال ما كان كلو تام بيان دك ربيتا ناخش أي ميردم كردي سوا برم بيت ناخش طواف يعني سؤال لو اشتي مكا ضلوا قوتم باشا باشا ونزيق وقافلة يقول كسي تولى من در هيا قوتيو آياتي خينو المال والبنون زينة الحياة الدنيا مارو من داري شم لوي هيا هي قوتي نزيق ومو كركانت تيج دكن سكانت تيج دكن وتيو آياتي خينو علامات وبالنجم هم يهتدون بأستيري الرجل بو خلشيدة بالنواة سروا قافرة قوتن باشا ناو يانتيا ناو كركان ناو سبا قاسي عن كم زام لو قافلة قوتيو آياتي خينو واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا يحيى خذ الكتاب بقوة تيجي يسم سيكو ريا يقناوي إبراهيم يقناوي موسى يقناوي يحيى نولي هل سيكم بانكر دكاك ورن نولي ولا خربوا نوداش عندي دوزور كيف يان فيها كذاش عندان يزبو أو آياتي خندو فابعثوا أحدكم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه برون يكشي بنيرن أصحاب الكهف قال لخي هل دسنوا حندي أمر سيفا خيرانا برون يكشي بنيرن كاكا لساري مشتك ما لو بيني أفرتك أو آياتي خندو يلا كاكا يكتن برون لبازاري برون شتي بينن نولي ولا يشان شو يكسر تيكي طبعا داش يان بودي أنزاني شو يا كشان لبازار اخواتني هنا لفيش من يدانا قلت يو آياتي لو كنوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية خواهي قولك إنسان تستبعش داري بخونه بخونه وبويك لدنيا كرتا أو آياتي لو دخينه بخو بخو بوي لرزاني في قيسا كرد يعني يارم فيدا داري قلت بحق القرآن خواهدن بيتامينا كما تفهمنا رنوزنا شيئا
ودفاك أوتشي أو داشي ما والله وبلا وثلا سلسارة ما شو يزعاس كردية بقرآن أنا بكسان بس حرتي بيبرين آياتي دفنتوا ضل ضع كلامي من هم قرآن ضل سبحان الله سنروز شبيسو إلى قلب إيمان فيدابو ضل قوتي أنا أفرتك أنا خوش قوتي من زور بينا خوش بأفرت جوا مسلمان شاك سن سردان يمكدي تنزور وس إخرابو قوت ما فيري زن شيء سنيا قوتي وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت ميتا شيء ومردنا وهاتي وطواب دري سبحان الله وفاتك شارد معنا وتواب وشويهات خونه لخوي ذاتي تمبيريز لشندري لشندري قلت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا ربي اخوة اليد فارين وبنا وزبانا كان بسيفة برزا كانت لقل أوصى الحاني آني أهل القرآن الحسن ما كيف لك وكم عم بكيوة يا ربي اخوة اليد قرآن دام النبرين يا رب العالمين